يعني انتوا هلأ عن جد انخطبتوا؟ أكيد ما رح تضل هالشغلة بين العيلة ورح تعملوا حفلة كبيرة، ما هيك؟ طبعاً إذا بدنا إياها رح نعمل. ما بعرف، نحكي أنا ومهند ومناخد قرار. طبعاً لازم تاخدوا القرارات مع بعضكم. يلا خلينا نقوم، تأخر الوقت. إيه والله، يلا يا أولاد. طيب بلكي العرسان حابين يقعدوا مع بعض شوي. القرار لهم. شو رأيك نهال؟ ما بعرف، هيك موضوع ما بده تفكير. برأيي تروحوا تسهروا بشي مكان وتحتفلوا لحالكم بهالمناسبة. ما بصير هيك، هلأ منطلع سوا وبيعلنوا خطبتهم قدام كل الناس مشان العالم تشوف خاتم نهال، وبعدين هن يصطفلوا يروحوا وين ما بدهم. يلا منيح، هي ماما عملت لكم برنامج وما عذبتكم. شو ما بدنا نهال منساوي. ماشي، منروح على الحفلة شوي وبعدين نطلع على شي مكان، بس إذا عندك برنامج تاني ما عندي مشكلة. لا، مثل ما بتحبي. كتير حلوين مع بعض، شايفة قديش عم يتفقوا؟ معناها خلونا نروح. يلا يلا يلا. يلا لنشوف جميلة. نهار رح تتزوج، إجا الدور عليكي. ليش حتى ما يكون دورك أنتي قطعتي الأمل؟ يسلموا إيديكي. اسكب لك كمان؟ لا شكراً، صار لازم أروح، هلأ بينزلوا. ما بعتقد يروحوا هلأ، عم يحتفلوا فوق بالخطبة. أنا حابة أشوف الخاتم، شلون حلو؟ بجنن. برافو عليك يا مهند بيك، ما رح يلاقي أحسن مني هالخانو. عم بيقولوا إنه كتير دون جوان، قال كان خاطب عارضة أزياء. بسرعة سعيد، عم يطلعوا. جميلة، روحي باركي لهم. يلا. شو دخلني؟ الله يهنيهم. يلا لشوف فيروز، اليوم عم نستنى منك شي حركة حلوة، أكيد رح تخليه لتحسين عزدير يعجب فيكي. والله لا تحكي لي. يلا بخاطركم، مع السلامة. مع السلامة. انبسطوا مع بعض. ألف مبروك نهال خانو. شكراً إليك. مبروك مهند بيك، تتهنوا. شكراً إليك. إيه كيف بدنا نروح؟ نحنا منروح وراكم. شايفين كيف؟ مو حابين حدا يكون معهم، معناها رح نطلع معكم. شكراً. طلع على كاتيا كيف عم تطلع، رح تاكلنا بعيونها، ترى العالم كله عم تستنى هالشي. Mm-hmm.